بس انا كنت عامله فتق في بطني 3 مرات وحاطين لي شبكه، ايوه الشبكه عملت صديد وكده. فتق فوق السرة ولا لا جوه كان السرة؟ فتق بسبب عمليه مراره. فتق جراحي يعني. 3 مرات، اخر مره حطوا لي شبكه. وزن حضرتك كام كيلو؟ لا انا وزني 100، وطولك وعندي كام؟ 67، عندي 67 وطولك سنه كام؟ طولك قد وطولي ايه؟ 160. يعني معاكي حوالي 40 كيلو زياده. فمش قادره حتى انزل وزني، لاني حاطه 16 مسمار وشرايط في العمود الفقري، ما بقدرش امشي. طب بعدين حضرتك حطيت عامله اخر عمليه امتى؟ اخر عمليه السنه اللي فاتت بتاعت ظهري، لا شهر 9 السنه بالنسبه اللي فاتت. للفتق، في الفتق الفتق اللي هي الشبكه اللي اتعملت يا الشبكه استاذه اللي سلمى. اتشالت، لما شلت الشبكه ما حطوليش شبكه تاني في 2018. بعد كده بصيت لقيت بعد ما عملت العمليه بتاعت ظهري، بطني زي ما اكون بتعمل بالونه كده، وقلت لها بالونه لما انام، سوري يعني لا انام تدخل جوه، افضل واقفه كده او قاعده. هو ده الفتق حضرتك، ده الفتق الجراحي تاني ده الفتق الجراحي ما رجع تاني. ما هو الفتق رجع تاني، في الحاله دي ممكن تستعملي حزام للبطن. ما انا بلبس حزام كمان عشان ضهري، لازم كمان لبطنك عشان الفتق. بس مش بستحمله يا دكتور، ما تشيليش ما بقاش قادر اخد نفسي. بص يا مدام سالم، نعم. ما تشيليش حاجات تقيله في البيت، وما تعمليش مجهود، وما تحزقيش. انت عندك امساك مزمن؟ ساعات امساك ساعات اسهال. لا، الامساك المزمن والحزق يخليكي تعملي مجهود، يخلي الفتق يتسع. يبقى فانت استخدمي، هقول لك على حاجه، علشان انت مش مستحمله الحزام المطاط، فصلي حزام قماش. انت عارفه القماط بتاع الاطفال اللي بيعملوه، انت اعمليه يبقى حنين على الجلد، واعمليه وما تضغطيش على وانت طول ما انت قايمه وقاعده اتحركي اربطيه، لما تيجي تنامي فكيه، لان الفتق لما بتنامي على ظهرك بيرجع الفتق. انت واضح ان الانسجه بتاعتك ضعيفه، ولما بياخدوا غرز فيها بتتفتح، واحتمال يكون حصل التهاب في الجراحه، فخلى المنطقه ضعيفه خالص، وما نفعش معاك الشبكه. فالحل ايه؟ الحل ان احنا ما نشيلش تقيل، وما نعملش مجهود، ونستخدم الحزام، ونحاول نخس في الوزن. لكل ما تخس في الوزن، انا مش بقدر امشي يا دكتور حبيبتي، عشان ال 16 مسمار وشرايط. لا معلش معلش، بس انت واضح ان انت بتاكلي نشويات كتير، ومعتمده في اكلك على النشويات والدهون. احنا هنبطل لا، الكلام ده. انا عندي الغده الدرقيه شايلاها، وعندي عيب خلق في الاوائل الليمفاويه، كل ده ما بيحرقش. مش بتاخدي دواء بديل حضرتك لافراز الغده الدرقيه؟ بتاخدي دواء بديل كان الغده موجوده. فما نتكلش على الناحيه دي ونقول ان احنا يعني مثلا ما تاكليش لب وزلاني، ما تاكليش لا خالص الحاجات دي، ما تاكليش حلويات ولا حلويات والله، لان عندي سكر. ما تاكليش بطاطس محمره يعني. دايما انا انصح المريض انه يستخدم الفراير، الاير فراير، القلايه بتاعت اللي هي بدون زيت، بدون زيت وبدون سمن وبدون الكلام ده. فحتى في لو هتعملي بانيه، لو هتعملي بطاطس، لو هتعملي، ما بعملش والله، ما بقدرش اعمل لوحدي، انا قاعده لوحدي ما بعملش الاكل ده انا مركزه كله على الجبنه القريش وحاجات بسيطه كده. امال ال 100 كيلو جم منين يا مدام سلوى؟ ما من زمان، انا كنت موظفه في جامعه عين شمس 40 سنه شغاله. ربنا يديك الصحه يا استاذه سلوى. بص حضرتك، احنا هنشرب ميه كتير، الميه والسوائل كويسه قوي، نركز على السلطه وعلى الخضار وعلى الفواكه اللي هي ما فيهاش سكريات كتير. ايوه يعني بلاش البلح والعنب والتين والمانجا، الحاجات اللي بتتخن دي. حاولي تبداي بطبق السلطه الاول يشبعك، وبعدين كوبايه ميه تملى المعده، وبعدين حته اللحمه او حته الفرخه او حته السمكه مسلوقه او مشويه، ونص رغيف. والله يا دكتور انا ده انا كنت 60 كيلو، ده انا ب 67 سنه ست عجوزه بقى. لا مش عجوزه، 67 سنه ده انت لسه شابه يا استاذ مازن. مش كتير بجد، ما امال لما تبقي 87 هتقولي حياتها بالظبط من خلاص بقى، انا رجلي بره ورجلي جوه يا دكتور. لا ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب. بصي احنا طبعا شكرا لاتصالك، والدكتور ممكن يجاوب على الاسئله ونكمل، علشان بس ندي فرصه يا استاذه سلوى لحد يتكلم. شكرا لاتصالك والف سلام عليكي، والدكتور رضا هيكمل بقيه الاجابه على اللي حضرتك قلتي ان انت المشاكل بتاعت الشبكه اللي انت عاملاها، وازاي تنظمي نظامك الغذائي عشان تنزلي كمان في الوزن. اتفضل يا دكتور. نقطه مهمه جدا عايز اقولها للمدام سلوى، ما تاكلش بالليل كتير. الاكل بالليل بيتخن جامد،
تمام. ما بيبقاش في حرق بالليل. احنا عندنا ساعة بيولوجية في الجسم نظام الحرق بالنهار، احنا بالنهار طبعًا. بنشتغل وبنعمل مجهود وبنتحرك، حتى لو حاجة بسيطة بتروح وتقوم وتتحرك، بتتحرك وبتحرق بالزبط. فخلي وجباتك تعملي حاجة اسمها ريجيم الصيام المتقطع. ريجيم الصيام المتقطع ده من بعد 9-7 مساء ما تاكليش حاجة لحد 9 الصبح تاني يوم، هياخد سوائل بس ومية، ولو شاي اخضر او شاي خفيف من غير سكر، ما تاخديش سكر وما تاخديش توابل بتاع ده سكريات ولا كربوهيدرات عالي ولا حتى عصائر فاكهة من بعد 7 مساء. ليه بقى؟ عشان هي كمان مريضة سكر، عشان سلوى مريضة سكر. أيوة معلش، بس برضو لو تنظم وجباتها بالنهار هتاكل 3-4 مرات تمام لحد 7، وتحاول تظبط علاجها ما يبقاش بالليل ما تاخدش جرعة، اذا كان بتاخد انسولين ما تاخدش جرعة كبيرة بالليل عشان السكر ما يهبطش بالليل، ادوية بتاخد اقراص ولا بتاع ما تبقاش مركزة بالليل علشان ما يخفضش السكر وهي نايمة من غير ما تحس. بالظبط. فلو عملت كده ونظمت وجباتها وقللت الوجبة في كل مرة، يعني تاخد 3-4 وجبات بكمية قليلة، ما تاكلش مرتين في اليوم وتديها جامد لانها جعانة طبعا، وعلاج السكر بيجوع، فهتبقى مشكلة، هتكتسب وزن ومش هتقدر تتخلص منه. لكن لو عملت كده وركزت على السلطة والخضار والكلام ده والفواكه اللي هي مش سكرية، ان شاء الله تتحسن بإذن الله. بنتمنى لها الشفاء، وبنتمنى لأي حد مريض يشفى ان شاء الله.